ننتقل معاكم الآن أعزائي المشاهدين إلى فقرة أخرى، فقرة جمالك، ونشوف مع زميلتنا آيات عواد شنو عندها. مشاهدينا الأعزاء، يسعد مساكم. اليوم بفقرة جمالك راح نعلمكم طريقة تحضير عجينة السكر المنزلية. من بعد ما دوبنا الجيلاتين كمية المي 29 ملي مي، دوبناهن على النار، وبعدين زدنا لهم ملعقة الكورن سيرب، وزدنا لهم الربع كوب الجلوكوز وملعقة الزبدة، ودوبناهم لصاروا بهيدي الطريقة بهيدا الشكل. وعجينة السكر لازم دغري تتغلف بنايلون وهلا انها بتنشف.